يقول ما الشروط التي لا تجوز في العقد، لا يجوز أن يشترطها ولا يجوز الزوجة أن تشترطها؟ كل شرط في يعني ليس في كتاب فهو باطل، هذا الأصل. وكل شرط ينافي مقصد الزواج فهو باطل. فلو شرط عليها مثلا ما نبي عيال، شرط باطل. شرط عليها لا أنفق عليك، شرط باطل. شرط عليها ليس لك سكنة، شرط باطل. شرطت عليه ما أحمل، شرط باطل. شرطت عليه ما تتمتع به، ما تأخذ حقك مني، شرط باطل. كل شرط ينافي أصل العقد فهو شرط باطل.